واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي انا يا دبوش، ومستمرين ومكملين مسيرتنا نحو التميز والابداع، طالعين ان شاء الله نحو المليون. وفيديو اليوم فيديو رهيب، بسعدني اني اشاركك بشوية معلومات توصلت لها بعد خبرة سنوات، بشرفني اني اشاركك فيها على البارد المستريح. كلنا بنلاحظ بالاونة الاخيرة قدي صار في مسوقين، قدي صار في مسوقين الكترونيين بالذات، كل الناس صارت هجوم على التسويق الالكتروني وعلى السوشيال ميديا ماركتينج. وكلنا بنعرف انه لما بده يزيد العرض بده تزيد عنا القيمة المضافة، بده يزيد عنا المزايا التنافسية. يعني اليوم لما بيكون في عنا ملايين المسوقين الالكترونيين، معناته كل واحد بيحاول اللي يحارب لحتى انه يكون في عنده ميزه تنافسيه، انه لانه انا ليش بدي اختارك انت كشخص او كشركه تسوق لي انا مشروعي، وما بدي اختار فلان لانه انت عندك 1 2 3. ولما بنحكي 1 2 3 مش بهالسهوله انه يكون في عندك هاي المزايا التنافسيه، لازم انت تكون شخص خبير، لازم تكون مسوق الكتروني محترف لحتى توصل لهاي النقاط. فالحمد لله رب العالمين انه انا اليوم بمكاني اقدر افيدك واقدر اساعدك فيها. يعني انا موجود على قناة اليوتيوب لحتى افيدك، لحتى اعطيك هاي المعلومات واشاركك فيها. يعني انا بعد خبرة سنوات طويلة بالتسويق الالكتروني وبعد علم ودراسة بالجامعة، درست هذه الثقافة ودرست هذا العلم، جاي انا اقدم لك بفيديو مدته 10 دقائق وربع ساعة باسلوب حلو باسلوب لطيف وانت مكانك وانت ببيتك تتعلم هاي الشغلات بكل برود اعصاب. فبالتالي لا تستخسر فينا اللايك والكومنت. الشيء اللي اعطاني المقدرة اني اطلع واشاركك بهاي المعلومات هو عدد العملاء الكافي اللي اشتغلت معه واللي خلاني اوصل لهاي المعلومات وهاي الخبرات. فخلينا نسلسل الاحداث ونمشي فيها شوي شوي. انت شخص على سبيل المثال مسوق الكتروني تمشي وبتروح نحو الاحترافية، خلينا نفرض انه عندك عملاء، او اذا ما عندك عملاء عم توصل لهم انت عن طريق الايميلات او عن طريق انك تحجز معهم مكالمات هاتفية او 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 الى اخره. الك حر الخيار انت من وين تجيب الداتا او بيانات العملاء اللي انت مفكر انك تتواصل معهم، او اذا في عندك تيم تيل سيلز هم عم بيرنوا على هدول الاشخاص بيقترحوا عليهم خدماتك والخدمات اللي انت عم بتقدمها. استنى واقف عندك، على فكرة المستر اللي بيتكلم ده اسمه اياد ابو غوش، وهو مستشار كبير في التسويق الرقمي وخبير في التجارة الالكترونية، وبيقدم لك في الليت شانل دي خبرة سنين طويلة ومحتوى مميز جدا. فيبقى غلط كبير انك تشوف الفيديوهات دي وما تعملش سبسكرايب ولايك للفيديو. خدماتك والخدمات اللي انت عم بتقدمها، فبالتالي انت اليوم حر بانهم تعرض عليهم خدماتك ويقبلوها منك. فهذا الكلام بيقودنا لاول نقطة واللي هي الثقة. شو يعني الثقة؟ يعني بكل بساطة اذا انت شخص تواصلت مع فلان عبر الايميل او عبر التليفون، فلان عنده مطعم او فلان عنده صالون او عنده معرض سيارات او عنده اي بزنس كان، انت رنيت عليه او بعثت له ايميل حكيت له احنا عنا هاي الخدمات، خدمات تسويق الالكتروني، وحابين نقدم لك عنا 1 2 3 4 5 6 7 الباكج اللي انت عامله، وشو الخدمات والمهارات اللي بايدك او بالتيم اللي عندك حاب تقدم له اياها، او بالشركه اللي عندك حاب تقدمهم للعملاء. اعطيته انت مين واعطيته نبذة سريعه عن نفسك وحكيت له شو الخدمات اللي بتقدمها او كتبت له اياها بالايميل وارسلت له اياها، واعطيته اوفر بالخدمات اللي عندكم بالاسعار والى اخره بشو كل الاشياء اللي انت بتقدمها، ومن ثم هو قرأ او هو سمع منك، وهون بيكون حر الخيار انه يرد عليك بالرفض او بالقبول. واللي بحب ابشرك فيه انه 90% من الحالات راح تكون بالرفض. تعرف ليش؟ لأنه الثقة. شو يعني الثقة مرة ثانية؟ واللي هي انه انت شخص مش كافي اليوم انك ترن على شخص ثاني وتعرض عليه خدماتك مجرد انك حكيت له نبذة سريعة عن نفسك او عن الشركة اللي عندك او عن المهارات الموجودة عندك. هذا الحكي مش كافي. فلنفرض انك انت شخص مسوق الكتروني وانا شخص عندي بزنس، فانت بعت لي ايميل او رنيت علي مكالمة هاتفية او التيل سيلز الموظفين اللي عندك تواصلوا معي وحكوا لي انه انتم شركة ديجيتال ماركتينج عندكم 1 2 3 4 وبتتمنوا تعملوا لي 1 2 3 4 وكذا. هذا الحكي صراحة مستفز بالنسبة لي كصاحب بزنس، مستفز. انت عم بتضيع لي وقتي على الهاتف، رن علي ممكن بدون اولا موعد مسبق، ثانيا حتى لو انك ماخذ مني موعد وردنت علي وعرضت علي خدماتك، هذا الحكي حيكون بالنسبة لي مستفز. ليش؟ لانه انا مش شايفك، انا ما بعرف مين انت، انت شخص مجهول، حتى لو كان عندك شركة وبراند وكذا، انت بالنسبة لي بيني وبينك ما في ثقة بكل صراحة، خصوصا اليوم بعد الكوفيد 19 والظروف اللي عم نمر فيها، مش سهل انك انت تروح
تروح تعرض لواحد خدماتك. اصحاب البزنس واصحاب العلامات التجارية او اصحاب المحلات والنشاطات التجارية كلياتها صار في عندهم اولويات بحياتهم، صار في عندهم شغلات بده يفكر بالاكل، بده يفكر باولاده، بده يفكر بالعلاج، بده يفكر باجارات الموظفين او اجارات البيوت او اجارات المحلات، صار في عنده اولويات ثانية. فمش بسهولة راح يتواصل معك انت ويعطيك الثقة ويحكي لك اه تفضل تعال زيد لي مبيعاتي وجيب لي عملاء جديدة وخذ هاي فلوس اعمل لي اعلانات. فكل الاحترام لك شو ما كانت النبذة اللي بدك تعطيها عنك وشو ما كان الكلام اللي محضره انت، لو مهما كان الجمل اللي محضرها والخبرات والمهارات اللي بدك تقدم له اياها والخدمات اللي بدك تعرضها عليه، هذا الحكي مش كافي. بالعكس انت لازم هنا بدك تعطيه ثقة. كيف بدك تعطيه ثقة؟ بكل بساطة عبر الايميل ما حياخد ثقة، عبر التليفون ما حياخد ثقة، بدك تاخد معه موعد رسمي وتروح تشرب معه فنجان قهوة، لانه هذا عميل يعني بده يدفع لك فلوس ما بيعرفك. مجرد تليفون او مجرد ايميل غير كافي بتاتا. فالصح انك انت عشان تعطيه ولو نسبة بسيطة من الثقة انك تاخد معه موعد رسمي، بتروح بتكون لابس لبس رسمي وبتهتم بمظهرك، لانه هذا الانطباع الاول اللي بده ياخده عنك كشركة او كشخص بده يسوق له الكترونيا. لانك انت اليوم كمسوق المفروض انك تمثله كبزنس، تكون مندوب عنه وتوجده على الانترنت. فاذا كان مظهرك مش ولا بد، هو راح يرفضك من اول انطباع. فلهيك المظهر بيعطي انطباع اولي، ممكن بعده تتدرج الثقة شوي شوي. كيف؟ احكي لك على سبيل المثال، انت بدك تروح بدك تقعد بدك تاخذ معه موعد تشرب فنجان قهوه، بدك تحط اللابتوب، بدك تفتح تكون مرتب ومجهز حالك، تكون محضر الفايلات، تفرجي الاعمال السابقه اللي انت اشتغلتها، بدك تفرجي تكون مجهز هذا ملف مثلا لمكتب سياحه وسفر احنا اشتغلنا له فيديو اعلاني عن حمله كذا، او هذا ملف عن شركه حقائب عملنا لهم حمله ببدايه موسم المدارس وهي النتائج وهي الجرافيك ديزاين وهي الفيديو الانيميشن وهي كذا كذا، او هذا مطعم فلان نحكي له شو المنيو اللي عملنا له اياه اونلاين، شو الحمله اللي كسرنا فيها الدنيا، شو الافكار الابداعيه اللي طلعناها. انت رايح عنده لحتى يشوف، هو لازم يشوف. فبدك تفتح اللابتوب وتفرجيه اعمال سابقه، لازم يكون في عندك هيستوري، لازم يكون في عندك باك جراوند تعرضها عليه. اذا ما كان في عندك اليوم اعمال، لازم تخلق اعمال، لو انك تشتغل لناس ببلاش بس لازم تعمل لحالك هيستوري. لانه انت اذا اجيت علي وما عندك اي شيء تفرجيني اياه، انا على اي اساس بخليك تجرب عندي وتشتغل عندي؟ انا على اي اساس بدي اوثق فيك واسلمك؟ انا كيف بدي اشوف انتوا اي يعني اي ليفل واصلين بالجرافيك ديزاين، بالحملات الاعلانيه، بالموشن جرافيك، بالاس اي او، بالمواقع الالكترونيه؟ انا بدي اعطيك كتير مهام على الخدمات اللي عرضتها علي، بس انا كيف بدي اعرف انت اي ليفل؟ فبالتالي لازم تفرجيني اعمالك السابقه وتفرجيني الهيستوري اللي موجوده عندك. فكون واثق يا صديقي ان هون انت كل ما كانت جودتك عاليه، كل ما انت اعطيت قيمه لنفسك وللبزنس وللشركه تبعتك، فكل ما انت قدرت انك تحصل ارباح اكثر وقدرت انك انت تقنع وتاخذ منه ثقه اكبر. لانه بكل بساطه احكي لك على سبيل المثال، بمره فايت على اجتماع من هالاجتماعات انا كانت ايدي باردة، تخيل لو وين انا بفكر بالتفاصيل، دفيت ايدي كثير منيح قبل ما ادخل على هذا الاجتماع، بس لسبب انه ما اسلم على الناس وايدي باردة، لانه كانطباع اول ما حيكون ولا بد، بالعكس انت بدك تسلم عليه بحرارة، بدك تكون لابس احلى ثياب عندك واحلى بدلة عندك، بدك تعطي انطباع اولي عنك عندك انت شخص بروفيشنال، لانه هيك بدك تكون مسوق الكتروني محترف. وانا اسف ركزت كثير على المظهر، بس لانه صادفت معي كثير اشخاص بيكونوا بدهم يطلعوا على عملاء موجودين عندهم، اخذوا مواعيد معهم، بيكونوا في حدا رايح بشورت يشوف عميل، رايح يقابل عميل بشورت. فبالتالي انا من واجبي اركز على المظهر، لانه بعيد وبكرر انت لما بدك تمثلني وتكون مندوب عني على الانترنت او باي مكان كان بدك تسوق لي الكترونيا، فانت عم بتمثلني. فاذا انت نفسك كشخص مش عارف تليق بمظهرك ولا عارف انك تهتم بهاي التفاصيل الصغيره، ترى احنا يعني راح ناخذ كل شيء بعين الاعتبار كانطباع عنك. فانت هون اللي لازم تعمل لشركتك برستيج، انت اللي هون لازم تعمل لخدماتك مستوى، لازم هون ترفع من مستواها. انت اذا بتقبل باي شيء ما راح يكون عندك استمراريه، بطل اسمك مسوق الكتروني محترف. فهون بدك تقعد مع العميل، تجتمع انت وياه، بدك تسمع منه، تفهم شو مشاكله، تاخذ كل كلمه بيحكيها بعين الاعتبار، بدك تتقبل منه كل الاشياء اللي حكاها، حاول اذا عنده مشاكل لا تصغر من هاي المشاكل، وكل شيء تحكي له بسيطه ومحلوله وكذا، لا بدك تاخذ مشاكله انها كبيره، بدك تاخذها بعين الاعتبار وتحسسه انه واو هاي مشاكل كبيره، بس مع ذلك احنا في الها عندنا حلول. بنهايه المطاف انت راح تحكي له هاي الحلول، راح تحسسه بهاي النتائج اللي راح توصلوا لها. فاسمع منه، اساله كل الاسئله اللي عندك، اهتم بالتفاصيل اللي بيحكي لك اياها، حاول تساله اسئله بسيطه في بدايه المطاف، بعدين جهز له الاسئله الاقوى، لا تفوت مباشره عليه بالمواضيع الماديه، تفوت تساله تحكي له انتم كم ارباحكم السنويه، اول سؤال تساله اياه، او تساله مثلا
انت كم مفكر تدفع لي انا على التسويق الالكتروني، او كم حاطط ميزانيه للاعلانات. هاي الاسئله الماديه خليها اخر إشي تحكي فيها. بدك تكون مجهز حالك، بدك تكون انت لما رايح على اجتماع، رايح على ميتنج، تقعد مع عميل بدك تقنعه وتعطيه ثقه، بده يوثق فيك. على الاقل جهز له شوية بوستات، جهز له، أحكي لك لو تخلي الجرافيك ديزاينر اللي عندك يعمل له بوست بوستين ثلاثة تفرديهم، تحكي له تفضل أنا عشان جاي عليك درست البزنس تبعك هيك بصورة عامة على السريع، وعملنا لك هدول الفكرتين أفكار إعلانية إبداعية فرديهم، شوف هيك قديش راح يوثق فيك، قديش راح يحس إنك أنت مهتم فيه. طب أحكي لك مرة من المرات أنا كان في عندي اجتماع مع مستشفى، هدول المستشفى بدنا نعملهم حملات إعلانية وبدنا نعملهم تسويق إلكتروني. لما رحت على هدول المستشفى أنا كنت مجهز لهم استراتيجية لأول شهر شو بدي أعمل لهم إياه، واللي فاجأتهم فيه حكيت لهم هاي الاستراتيجية لأول شهر هاي حتكون مجانية تست بيننا وبينكم مقابل إنه إحنا ناخدكم بعقد 5 سنوات. أعطيتهم شهر فور فري حتى على الإعلانات أنا تكلفت فيها. يعني أنا في بعض الأحيان ناس بتحكي لك أنت أدفع الإعلانات وأنا تكلفتي ما بدي إياها، بس لا، هنا عيب، هذا الحكي عيب بنظري أنا كأياد. أنا تكلفت بالشهر بكل إشي وأعطيته الاستراتيجية اللي أنا ماشي عليها، وحكيت له هذا الشهر تست هيكون مجان، نعتبر انه احنا بنشتغل لكم فور فري كشركة، وانت بالتالي هون شوف كيف حيوثق فيك، شوف كيف انت حتاخد منه العقد اللي ب5 سنوات اللي بتحلم فيه وانت مغمض. فموضوع الثقة موضوع طويل صراحة، بده 3-4 حلقات لحاله. خلينا ننط على النقطة اللي بعديها لانه هاي النقطة طولت معنا شوي. اوكي شباب، حرصا على وقتكم بس خلينا نوقف الفيديو لهون، لانه اللي بيحكي معي الفيديو اديتور بيحكي لي انه الفيديو هات طلعت مدته اكثر من 20 دقيقة، فبالتالي حيكون كتير طويل هذا الفيديو. خلينا نوقفه لهون، بكره حتنزل التكمله بنفس هذا الموعد وعلى نفس هاي القناه اكيد، فبنشوفكم بكره ان شاء الله. سلام.